هذا المؤتمر ديال رقم 39، دونك هذه 39 عام تقريبا، وحنا من عهد السي محمد اليعقوبي الله يرحمه، الدكتور السي محمد اليعقوبي. دونك حنا هذه 39 عام حنا كنديروا هذه المؤتمرات هذه ديال الخصوبه، وهذا المؤتمر عنده خصوصيه، هذا المؤتمر هذا الحالي عنده خصوصيه، مع انه عندنا بزاف ديال هضرنا على لا جينيتيك، الامراض الجينيه اللي كتعلق بالخصوبه، دونك الامراض الجينيه وهي كثيره 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 وكثيره بزاف، لان جاوا واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الاطباء مختصين، ديال الاساتذه مختصين من اسبانيا ومن فرنسا، باش كيعطيو على اي حال، هما عندهم اختصاص بزاف في هذا الميدان هذا، باش كيعطيو فين وصلت المسائل الجينيه من ناحيه ديال الخصوبه. دونك هذا اولا. ثانيا عندنا عده مسائل كلها اللي كتعلق بلا الوا اللي كنا عملنا ديال لابيما، دونك حتى هي باش نوليو نهضروا عليها. عندنا المشاكل ديال كيفاش نستيميلو السيده اللي عندها المشاكل ديال شويه ضعف في الخصوبه او فقر في الخصوبه، فكيفاش عندنا الخصوبه عند الرجل، دونك الخصوبه عند الرجل حتى هي مهمه ومهمه كثير. عندنا المشاكل اللي كتعلق بصفه اجماليه بلونكو فيرتيليتي، لونكو فيرتيليتي المسائل اللي عندها العيالات او الرجال اللي عندهم بحال دابا امراض ديال السرطان ولا اللي يخسر بحال دابا تعمل لا شيميوثيرابي ولا لا راديوثيرابي، كيفاش ناخذوا داك البويضات ديالها ولا السبرم ديالها باش نعملوا في التبريد قبل حتى كيكملوا داك الدواء ديالهم، عاد باش كنجيو حنا باش كنعملوا ديك الخصوبه، باش ما يتحرم حتى شي واحد من الخصوبه. المشكل هذا، لان هذا حق، وحق وطني وحق عالمي، باش الانسان اي واحد عنده الحق في الخصوبه، واي واحد عنده المسائل هذه بصفه دقيقه. دونك المشاكل اللي خصها تكون بصفه اجماليه هي نتمنى على الله تكون في المستقبل، لان كيف كتعرفوا مازال الدوله خصها دير واحد من ناحيه ديال لو رومبورسمون، من ناحيه ديال باش كيرومبورسيو الناس هذا، مازال الناس كتخسر فلوسها. وعلى اي حال تقريبا اون تونتاتيف مره واحده كتنقل تقريبا حتى لجوج ونص في هذا، بين الدواء بين لا كلينيك بين الطبيب بين البيولوجيست بين هذا. دونك على اي حال دابا كاين شويه ديال الدواء اللي بدا كيترد، ولكن الدواء كله ما كافيش. دونك مازال خص الامراض كلها اللي كتعلق بالخصوبه، حتى دابا لا كلينيك مازال ما دخلهاش، البيولوجيست مازال ما دخلش، الطبيب الحيائي الطبيب ديال الامراض النساء والتوليد هو مازال ما دخلش. واحد العدد ديال المشاكل اللي نتمنى على الله ان شاء الله الرحمن الرحيم في المستقبل تكون واحد التغطيه شامله، لان هذا حق. والسيده اللي ما عندهاش الاولاد ولا الكوب اللي ما عندوش الاولاد، راه كي كتعرفوا كيترتب عليه بزاف ديال المشاكل، بزاف الاضطرابات في العائله، بزاف ديال الطلاق، بزاف ديال المشاكل في العائله اللي يمكن لنا نتفاداوها. دونك نتمنى على الله تكون في المستقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم واحد التغطيه شامله، باش يمكن تكون السعاده لجميع البيوت ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا.